انظروا لواحد السؤال غريب إن شاء الله تبارك وتعالى. تقول هذه الأخت في أوروبا: ماتت زوجة حماتي، يعني مرت خو زوجي ماتت، احنا عايشين انا يعني عايش زوج خوت بالزوجة نتاعهم، فماتت الزوجة نتاع الاخ ديال زوجي، ماتت زوجة حماتي حماية ولا كيفاش يسموه، يعني ماتت الزوجة نتاع خو نتاع خو راجلي، فصارت امه تأمره، وهذه عام، ان ينام مع اخيه، يمشي ينعس مع اخوه، قال لك لان ما تمرتو وما خصوش يبات بوحده وكذا وكذا وكذا. فاطاع امه واصبح ينام مع الله يحفظه ويستر خوه، وهجرني عاما باكمله. هل هذا يعني مساله شرعيه؟ لا حول ولا قوه الا بالله، لم اسمع من قبل هذا ابدا. فهذه الوالدة التي تأمر زوجك بأن ينام مع أخيه ويتركك، هذا ينم عن جهل، حرام عليها، ما هذا الذي تفعل؟ هذا أمر مشي شرعي وحرام وغير منطقي، كيش عندها شي عقل هذا المرأة؟ هذه واحدة. ثانيا، الزوج ديالها، الزوج ديالك اللي هو ولدها، لا ينبغي ان يطيعها في هذا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، تترك زوجتك وتدير مع اخوك تبات مع اخوك. ثالثا، هذا اخوك علاش يخليك تبات معه؟ حتى اخوك يعني حتى هو والعياذ ما هذا، حتى هذا الاخ نتاعك كسرات له، الاخ نتاعك يقبل بان تنام معه وتترك زوجتك، هو خص يقول لك روح عند زوجتك، يخاف ولا واش هو مراه ولا كسرات له؟ وحتى امرأة تبات بوحدها، هو ما يقدرش يبات بوحده؟ واش هذا ولد ميمتو؟ ولماين هذه الطريقة تاع التعامل مع هذا الوليد هذا؟ هذا راه كان عنده مرته وراه كان راجل، أنا ما فهمش، حتى هو لا ينبغي أن يقبل بهذا. المسألة الرابعة، أنت خصك تقول للزوج ديالك اتق الله، هذا الشيء اللي راك دير راه ماشي شيء تصالح، اتق الله، لا يجوز للرجل أن يهجر زوجته فوق 4 أشهر، سكن معها وعام وانت نعس مع أخوك. إنا لله وإنا إليه راجعون. والله هذا الأمر عجب. شوف أخويا، الوالدة ديالك هذا الشيء اللي دارت حرام وماشي معقول. المسألة الثانية، الزوج ديالك طعمه في معصية الله. الثالثة، خوك إلا خوه قبل بهذا الامر، وهذا امر غير طبيعي، وحتى خوك راه ماشي طبيعي، حتى خوه ما راش طبيعي. الرابعه، انت يا ايضا عام كامل هو يبات مع خوه ولم يكن لك اي رد فعل، خصك تقول لهم سقسيوا العلماء، هذا الشيء لا يليق لا شرعا لا قانونا لا عرفا لا واقعا لا واسمه هالشيء، هذا الحماق، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. كتبت لي بعض الإخوات المتحجبات الطيبات الطاهرات رسالة، طلبنا مني إن شاء الله تبارك وتعالى أن أبعث برسالة مصورة إلى الشباب من الذكور الذين لم تسلم حتى المحجبات من نظراتهم ومعاكستهم، رغم أنهم ينظرون إلى أن هؤلاء محجبات عفيفات مؤمنات. قال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، ذلك أقرب من أن يعرفن بالعفاف. يعني أن المرأة إذا كانت تمشي متحجبة غاضة بصرها فالجميع يحترمها، هذا كان حتى في المجتمعات الجاهلية، فلا يجرؤ أبدا الرجل والشاب في الجاهلية أن ينظر أو يعاكس امرأة محترمة متحجبة، فحجابها كان يدل على أنها تفر إلى الفضيلة، تهرع وتتحصن بالأخلاق الطيبة. لكن في زماننا
أصبح بعض الشباب من المنحرفين، حتى المرأة المؤمنة المتحجبة لا تسلم من نظراتهم الخبيثة، نظرات الذئاب الجائعة، ومن كلماتهم ومن معاكساتهم حتى للأخت المتحجبة. فإنا لله وإنا إليه راجعون. ولذلك نزولا عند رغبة بنات المؤمنات الطيبات الطاهرات الملتزمات بالحجاب، فإني أوجه هذه الرسالة للشباب وأقول لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال للشاب الذي قال الذي استأذنه في الزنا، قال: أتحب لأختك، لأمك، لزوجتك، لبنتك؟ فهاته التي تنظر إليها وتعاكسها وهي محترمة، هذه أختك، هذه أمك، هذه ابنتك، هذا عرضك، فهو عرض المسلم كله. حتى المتبرجات هي أختك، حتى التي تمشي والعياذ بالله بطريقة توحي للآخرين أنها ليست مستقيمة هي أختك، تسأل الله لها الهداية، هو عرضك. المسلمة رأى مسلمة كما دايرة. فإذا وصل معاكسة الشباب وإطلاق النظر حتى للمتحجبات المؤمنات الصادقات العفيفات، فمن باب أولى أن يكون ذلك حتى للمسلمات الأخريات المفرطات في مسألة الحجاب. ولذلك نقول لك: هي أختك إذا كانت في سنك، ابنتك إذا كانت صغيرة وكنت كبيرا، أمك إذا كانت كبيرة عليك في السن، أختك إذا كانت قرينتك في السن، إذا كانت قرينتك في السن. فينبغي أن تكون إن شاء الله ممن يغار على عرضه، هذا عرضك. الإسلام من الكليات والمقاصد التي جاء لحفظها العرض، هذاك عرضك، هذاك عرضك. فالمسلمون نفس واحدة يدافعون عن أعراضهم هكذا ويغارون عن أعراضهم هكذا. فلا يجوز للمسلم أبدا أن يؤذي المسلم في عرضه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، عرضه حرام أن ينتهك المسلم عرض المسلم، أن ينظر إلى زوجته أو إلى ابنته نظرة حرام أو يعاكسها. إذن فأنا أبرق بهذه الرسالة للشباب وأقول لهم: اتقوا الله، إن كنتم تخافون الله فالعرض عرضكم. ثانيا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عفوا تعف نساؤكم. ويقول عليه الصلاة والسلام: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. إذا كنت تستهتر في عرض أخواتك وبناتك وأمهاتك وأزواجك، فسيقيض لك من يعتدي على عرضك في زوجتك وابنتك وأختك. لأن الزنا دين ودين، الزنا دين. ما معنى دين؟ أنك إذا زنيت عياذا بالله فدينك يضيع، دينك يضيع. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أن يخلع الإيمان كما يخلع أحدكم قميصه، فهو دين. الله حرم الزنا، دين هذا، وهو دين. ما معنى دين؟ أنه لا بد من القصاص. من زنى زني به، من زنى زني به. فليتق الإنسان ربه وليتوب إلى الله سبحانه عز وجل. هذه الثانية. الثالثة: عليك أن تستحضر أنك ما غضضت بصرك عن أعراض المسلمات إلا ويبدلك الله حلاوة للإيمان تجده في قلبك. فالنظرة سهم مسموم من سهام إبليس يصيب القلب مباشرة. من تركه من مخافة، أي من مخافة الله، أبدله الله حلاوة للإيمان يجدها في قلبه. فالله أكبر، ألا تريد أن تكون ممن يتلذذ بحلاوة الإيمان؟ بلى. كيف تصنع؟ غض بصرك، غض من بصرك. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. أسأل الله أن يهدي شبابنا يا رب، وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد
والحمد لله رب العالمين.